تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة المكلا المحلية وإلى عناوينها. مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى العاصمة عدن ويلتقي حكومة المناصفة. تدشين المرحلة التدريبية الأولى لجنود النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية للعام الجديد. 104 مكرما ومكرمة في حفل تكريمي للمتميزين على مستوى حضرموت، وغياب آخرين كان لهم الأحقية في التكريم. حلف حضرموت تدارس الآلية التنفيذية لمخرجات لقاء رأس حويرة القبلي والمدنية.